اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، الاهلي عرف يربي، احمد عبد القادر. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ انا تمام والله الحمد لله، كله زي الفل، كله كويس؟ كله تمام. انا عارف ان انت مخلص تمرين وجاي قاعد معانا اليوم كان طويل شويه. كل ده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي الحقيقه، اللي بقاله كتير جدا من ساعه ما رجعت مره اخرى للنادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذا اللقاء مع احمد عبد القادر. طبعا انا سعيد طبعا ان انا مع حضرتك جدا النهارده، واتمنى ان شاء الله الحلقه تبقى خفيفه على الناس ان شاء الله كده وتعجبهم باذن الله يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع نشوف تقرير سريع عن احمد عبد القادر، وبعد هذه او بعد هذا التقرير نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد، خليني ابدا معاك بقى من الاول خالص، احكي لنا حكايتك من الاول. انا مش عايز اتكلم كتير النهارده، انا عايز اسمعك، الجمهور الاهلي عايز يسمعك النهارده، لان احنا النهارده عندنا مباراه يوم الثلاث مهمه جدا كمصري هنتكلم عنها، وعندنا مباراه مهمه جدا ايضا يوم الاحد هنتكلم عنها، ولكن كلمني كده بقى من البدايات الاول، انت من وانا صغير كبرت الدنيا مشيت ازاي، الكوره مشيت معاك ازاي، احكي لنا. تمام، هنتكلم بقى بالتفصيل معلش، زي ما انت براحتك. انا اصلا بدات في مدرسه الكوره مع كابتن اسمه عماد الغندور، اللي كانت مدرسه الكوره بسيطه كده جنبنا، كانت قريبه من يعتبر من القريه بتاعتنا، قريه تبارة كنت موجود فيها، فبروح اتمرن يعني المسافه مش طويله عليا، ما كانش مجهود، فبدات معاه. بعدين لعبنا اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره، ما بيجوا يتفرجوا كده كل فتره. ده كان سنه كام ده؟ ده الكلام ده 2006 تقريبا، 2007 2006 2007 من فتره طويله قوي يعني. فهم بيجوا يلعبونا كل فتره، عملنا ماتش معاهم، الاكاديميه قالوا احنا هنحاول نضمه، رحت لاكاديميه النادي الاهلي في المنصوره. بعدين برضو بيحصل ماتشات بينها وبين اكاديميه النادي الاهلي في مصر، في القاهره قصدي، فهو برضو عملوا ماتشات، اكاديميه النادي الاهلي في القاهره قالوا تمام احنا هنحاول ناخد عبد القادر، يبقى عندنا فتره. برضو نفس الموضوع حصل، اكاديميه النادي الاهلي بتلعب القطاع، فكل ماتش الحمد لله كنت بظهر بشكل كويس، هم خلاص في القطاع اخر ماتش لعبناهم اتفقوا ان انا خلاص ابقى موجود في القطاع. جبت والدتي في الفتره دي لان كان والدي مسافر، فجبت والدتي الحمد لله، ومضيت بقى على استمارات للنادي، وكنت موجود في النادي من 2007 يعني. من 2007 من 2007 دي كانت البدايه تعتبر بالزبط. يعني البدايه طبعا من القريه، وبعد كده لغايه لما وصلت 2007 لنادي الاهلي بالزبط. من 2007 بقى لغايه رحله، احكي لنا الدنيا ماشيه ازاي. قعدت بقى بتاع 7 أو 8 سنين في النادي الحمد لله، بنلعب الدوريات كلها، كنت دايما الحمد لله يعني 5 سنين متتاليه احسن لاعب والهداف، كنت موجود في قطاع ظاهر بشكل كويس الحمد لله. بعدين جالي بقى حوار ان انا يبقى في سنتين احتراف الحمد لله. قبل سنتين الاحتراف في الفتره دي اتعلمت منها ايه؟ ناشئ في النادي الاهلي، موجود في مدينه نصر، زمايلك اللي موجودين معاك، الفتره دي كانت ماشيه ازاي؟ هي عشان ابقى صريح، قاعد لوحدي طبعا فتره صعبه، صعبة بعيد عن اهلي طبعا، وانا في السن ده بتبقى صعبه شويه، بس الحمد لله يعني طالما بتجتهد وبتعمل اللي عليك ربنا بيكرمك في الاخر يعني. فالحمد لله الدنيا مشيت، قدرت ان انا استحمل المرحله دي. اهم المدربين اللي كانوا موجودين؟ في كتير بصراحه عشان ما انساش حد، بس يمكن اكتر المدربين اللي اثروا معايا يعني كان الكابتن ياسر رجب، مسكنا 4 سنين طبعا في قطاع فتره طويله جدا. كابتن ياسر رجب وكابتن محمد سعد كان موجود برده فتره، وكابتن عصام صلاح يعني، كان في شويه ناس، وكابتن عبد النبي عاشور طبعا هو اللي كان السبب الرئيسي ان انا ابقى موجود في قطاع الناشئين يعني. تمام، عديت فتره الناشئين وبعد كده رحت بقى للاحتراف سنتين على ما اتذكر. تمام، ايه اللي حصل في الفتره دي؟ لان الفتره دي برضو فيها لبس للناس شويه. سنتين الاحتراف انا يمكن استفدت منها كتير قوي، بدنيا اختلفت يعني، بدنيا اختلفت، هم في الفتنس هم تقال شويه يعني، بيتمرنوا بطريقه عنيفه شويه، قدرت انا استفاد من الناس دي، الموضوع اختلف معايا شويه جسمانيا، يمكن انا اختلفت شويه، ساعدني الموضوع ده بعد كده انا اقدر ابقى موجود بصوره اكبر، كاختلاف حصل يعني ابقى موجود بصوره اكبر في الماتشات، العب دقايق اكتر، فالحمد لله يعني استفدت طبعا من السنتين. طبعا السنتين دول كانوا بالنسبه لك استفاده كبيره جدا، واعتقد الطريقه اللي انت طلعت بيها خلت بعد كده ان كل الناشئين استفادوا من وجودهم في اعارات، يعني احمد عبد القادر جاي من يعتبر اعاره. تمام، اكرم توفيق هنتكلم عنه النهارده برضو ان شاء الله يرجع بالسلامه، برضو راح اعاره ورجع لعب، احمد ياسر ريان، عمار حمدي، مجموعه كبيره جدا، شكري، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي كانوا موجودين ناشئين، اعتقد ان الاعاره فرقت معاك كتير جدا يا احمد. ده طبعا الاعاره فرقت معايا بشكل كبير جدا، طول ما انت بتاخد دقائق كتيره في الملعب، طول ما انت هتحس بفرق، وانت حتى لو مش مع النادي الاهلي.
في الوقت اللي طبعا اللي انا كنت فيه موجود فيه وانا راجع، كان في الوقت ده يمكن الاحتياجات ما كانتش ليا بصوره كبيره، فقررت ان انا اطلع واظهر للناس ان قدراتي، والناس تعرف برضو يعني مين احمد عبد القادر، لان في الاول برضو الناس ما كانتش تعرف مين احمد عبد القادر. الحمد لله طلعت السنه دي، ربنا كرمني فيها، خدت عدد ضيق اكبر. وطبعا طول ما انت موجود بعدد ده اكبر، ناس هتشوفك بشكل اكبر يعني، فهي ساعدتني جدا. ما زعلتش، ما اتضايقتش ان انا في الاخر انا طلعت بره النادي الاهلي؟ لان دي عقليه مهمه جدا، او دي جزئيه من عقليه احمد عبد القادر مهمه جدا، لانه يعني واحد لو طلع من النادي الاهلي يطلع يزعل. لا انا طالع عار، انا برضو لسه يعني موجود مع النادي، وانا طالع عار، انا طالع بس عشان عايز العب عدد ضيق اكبر، فبالتالي دي افاده ليا وافاده للنادي. عايز العب عدد ضيق، يعني انت اللي كنت عايز تطلع؟ عايز العب عدد ضيق طبعا، عايز العب عدد ضيق اكبر، وطبعا هي افاده ليا وافاده للنادي طبعا يعني. النادي هو طبعا بيشوفك بشكل اكبر، بتظهر طبعا للناس بشكل اكبر زي ما قلت لحضرتك. فطبعا انا اللي كنت طالب ان انا اطلع في الاعاره، والحمد لله ربنا كرمني فيها الحمد لله. اهم حاجه استفدتها خلال هذه الفتره تقولها للشباب اللي زيك، اللي هم الناشئين بقى اللي موجودين دلوقتي، اللي انت كنت في يوم من الايام زيهم؟ بنصحهم طبعا لو يعني الفرصه تبقى صعبه شويه، حاول تطلع تاخد عدد ضيق اكبر، حاول تظهر للناس قدراتك، وان شاء الله يعني ربنا يبقى كريم وربنا يوفق الناس كلها يعني ان شاء الله. لانه الموضوع كله ان الشباب دايما بيفكر، عايز الموضوع دلوقتي بقى حاسس ان هو اسرع شويه، او الناس كلها كانت بتتكلم على ان انا كلاعب في النادي الاهلي فعايز افضل العب في النادي الاهلي طول عمري، وده ما بيحصلش كتير يعني. لا هو طبعا اي حد نفسه انه ياخد الفرصه طبعا في النادي الاهلي على طول، بس انا بتكلم في حاله لو الموضوع بقى صعب شويه. الاعاره طبعا افضل انك تطلع وتظهر للناس قدراتك، وبعد كده انت كده كده موجود مع النادي يعني. بس الاعاره انت بتطلع في فتره مؤقته وبترجع على النادي يعني. بتشوف علاقتك بجمهور الاهلي ازاي يا احمد دلوقتي؟ علاقه كويسه جدا طبعا. جمهور الاهلي بيساندني بشكل غير طبيعي من ايام سموحه، يمكن هو الدفع الاساسي ليا بعد الحمد لله شغلي وبتاع، هو الدفع الاساسي ليا طبعا. بحاول على قد ما اقدر ان انا ظاهر بصوره كويسه علشانهم طبعا، فبشكرهم جدا بصراحه يعني على الدعم المتواصل ده بقاله فتره طويله جدا يعني ايام سموحه بصراحه. احلى حاجه في الدنيا ان انت يبقى معاك الجمهور أكيد. يعني دايما اللي بيبقى معاك الجمهور على الشاشه بقى، هنا بيبقى على شاشه التليفون يعني، بص الناس عامله لك الصور وحاطه لك بتتفرج بقى على طول لك الصور طبعا. فنوره بتقول مساء الخير يا كابتن اسلام، اشكرك جدا ومنور يا كابتن عبد القادر. عايز اقول لك فيك حاجه من تريكا، وسؤالي ايه اجمل هدف وكمان اغلى هدف؟ طب انتوا كده هتحرقوا لنا الاسئله اللي احنا عاملينها، بس ماشي مفيش مشكله، على دماغنا برضو من فوق. اجمل هدف واغلى هدف؟ اجمل هدف في اتنين بصراحه، الهلال السعودي اللي كان في كاس العالم طبعا، ده واحد، والاخر هدف بتاع المريخ السوداني. بتاع المريخ ده عالمي حبيبي، عايز يعني احنا بنسميها بروده اعصاب، تبقى قويه جدا، خصوصا ان انت ايه يعني نازل في وقت كان صعب شويه، والدنيا كانت يعني الدنيا مش واضحه قوي يعني. ايه الحمد لله، يمكن دي اهم منطقه لازم اللاعب يبقى هادي فيها طبعا. بتوصل بتعدي ثلاث مراحل بتوع الملعب، فالمرحله دي لازم الواحد يبقى هادي فيها عشان يعرف يتصرف كويس. فبس الحمد لله يمكن اتصرفت بشكل كويس وربنا وفاني فيها جامد يعني الحمد لله. اروى بتقول لك او بتقول لي اقول لك استسمحك تقول له اني بحبه. ماشي، هو سمع. شكرا. محمد رمضان عبد القادر، رونالدينيو الكره المصريه الجديد ونجم الاهلي ومنتخب مصر للسنين اللي جايه حبيبي. تسلم ان شاء الله. تسلم ان شاء الله. بسن توت، الدنيا كلها منوره. ماشي نورك. اميره تقول مين الشخصيه اللي اثرت في كابتن احمد عبد القادر وعشانها لعب كوره؟ لا عشانها لعب كوره دي يمكن انا حبيته لما تابعت كوره. هو كان في واحد بره يمكن انا بقول على طول هازارد، كنت بتابعه كتير جدا. ده بره مصر يعني. طبعا هنا اتفرجت طبعا على، يمكن ما حضرتش طبعا جيلي كابتن محمود الخطيب، بس اتفرجت على فيديوهات كتير جدا. طبعا كابتن محمود طبعا وكابتن ابو تريكه كنت بتفرج لهم بصفه مستمره، كابتن بركات برضه بصراحه بتفرج لهم بصفه مستمره دايما. حد بيقول لك انت شبه بركات شويه يعني، مش شبهه بس اقصد ان في مش في اللعب كمان، انا بتكلم في الشكل العام يعني، هو كان رفيع و ممكن يبقى ستايل. محدش قال لك؟ ها ممكن اكون بسمعها بس محدش قال لي يعني وش الوش كده. طيب الاهلي بيقول النجم يا عبد القادر مستقبل الكره المصريه، منور الشاشه يا نجم. اميره درغام ابن النادي منور القناه الموهوب. عبد القادر الموهبه الاعظم في مصر، ربنا يحميك. تايجر مان نجم الجيل. احمد ابو الاليت احرف لاعب في مصر. ماشي. محمد خليل، مين اكتر واحد استقبلك في النادي ومين اكتر واحد بيديلك نصايح ومين اقرب للعب ليك
في الفرقه؟ يمكن اقرب واحد ليا بتعامل معاه من اللعيبه الكبار كابتن شناوي طبعا. محمد شناوي. قريب منه جدا، بتكلم معاه بصفه مستمره، دايما بيشجعني بصفه مستمره، بنصحني، اديني الايجابيات والسلبيات، بتكلم على طول بصفه مستمره. كابتن محمد الشناوي كان دايما بيقعد يزعق مع ايمن. يعني طلعت ترند، مش بيزعق ولكن هي دايما بيتكلم مع ايمن، توجيهاته في الملعب دايما، التوجيهات حتى لو كانت بصوره نرفزه شويه ده طبيعي في الملعب، يعني بيحصل بين اللعبه دايما عشان اللاعب يلحق يذكر نفسه بسرعه، يبقى موجود في المكان اللي بيطلب منه. بس كابتن شناوي دايما بيبقى موجود معاه بصوره مستمره، ودايما بيتكلم معايا على طول في حاجه شايفني مقصر فيها، مش فنيات بس، هو بينصحني كمجمل كلاعب كوره يعني. بس فانا بسمع ليه طبعا، وهو من اقرب الناس ليا اللي موجوده في الفرقه يعني. محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي. ومين من الشباب اللي حواليك بقى اللي قدك؟ في واحد زي اخويا دلوقتي طبعا، محمد محمود. محمود بحبه جدا. عسل، عسل جدا طبعا زي اخويا. اخباره ايه بالمناسبه محمد؟ لا ماشي كويس جدا طبعا في التمرينات، وما شاء الله عليه يعني، هو لعيب كره غير طبيعي يعني. طيب اسامه بيقول منور الدنيا كلها يا نجم النجوم. سيد جابر القضية ممكن صحيح عبد القادر. صحيح عبد القادر، عايز اقول لك حاجه، انت ممكن تعمل كل حاجه بعد ما تبطل كوره، بس مش هتعرف ترجع تلعب كوره تاني. دي حقيقه كره القدم. ودايما كان الكابتن محمود الخطيب، انا عمري ما انسى هذا الامر، جه مره واحنا في اعتقد في كاس العالم بعد ما لعبنا اول مباراه او حاجه كده، وجه وقف معانا قال لنا انتوا هتعملوا كل حاجه في الدنيا، لكن انت ترجع تلعب كره دي صعبه طبعا، صعبه جدا طبعا طبعا. مش هتحصل. طبعا اقصر فتره، اقصر فتره الانسان لعيب الكوره عامه بيبقى موجود فيها فتره اللعب. بتحاول على قد ما تقدر تعمل انجازات شخصيه لنفسك وتحقق حاجه لنفسك، عشان بعد كده خلاص، ما انت يعني 10 او 12 سنه بالكتير قوي، وبعد كده تعتزل او بتشوف بعد كده فعلا انت هتعيش حياتك. بس لازم ال 12 13 سنه اللي هتلعبهم دول تطلع كل حاجه عندك فيهم يعني. تمام. احمد بيقول كابتن اسلام قول عبد القادر، هو ملاحظ الشبه اللي بينه وبين فرنانديز. في ناس كتير، برونو فرنانديز بتاع مانشستر يونايتد. برونو فرنانديز. بالظبط صح. قريب منه شويه. بشوف الكومنتس دي على طول يعني. مساء الخير يا كابتن اسلام، احمد نجم كبير ومستنيين منه كتير قوي، ربنا يكرمه ويوفقه باذن الله. ده ابو شهيد. يا رب تسلم. هايدي بتقول كل الدعم وان شاء الله تحقق احلامك باذن الله. شكرا. احمد سليمان، والله انت نجم ومش مظلوم. مين قال ان هو مظلوم؟ استنى انت بس، والله ان شاء الله تروح هيروح طبعا على فكره. وخليني انا بس اقول لحضراتكم قبل ما اسال احمد في هذا الامر، المنتخب تشرف لاي حد. ان انا ازعل، او ان انا اسف ما ازعلش ان انا ما روحتش المنتخب، يعني دي عمر ما في لاعب في العالم، في العالم كله ما بيزعلش عشان ما راحش منتخب بلده، ولكن تقديره للمنتخب واحترامه لبلده واحترامه لاسم منتخب بلده ده اهم شيء في الدنيا. اكيد طبعا يا كابتن، انت حضرتك عارف الموضوع ده، انت كلاعب كوره طبعا بتبقى لازم طبيعي تزعل انك ما انضمتش، بس طبعا بتمنى الخير طبعا لبلدي، ده شيء طبيعي يعني. يعني ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، ده اللي هيحصل طبعا. الناس زعلت طبعا لما ما رحتش طبعا كده. انا كحق كلاعب كوره ان انا ازعل طبعا، ده طبيعي جدا، لكن حق يعني، لكن مش ان انا اتمنى الشر او حاجه، لا لا طبعا خالص والله. تابعت يعني الماتش ازاي؟ ماتش اتفرجت مع ناس صحابي كده في بيت واحد من صحابي يعني. كنا شفت المباراه دي ازاي؟ لان كانت مباراه صعبه جدا جدا جدا. كانت يعني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه، بس ان شاء الله نقدر ان احنا بقى المباراه الثانيه دي نقدر ان احنا نركز اكتر والروح تبقى اكتر من كده ان شاء الله، وان شاء الله نصعد باذن الله، نتفائل خير ان شاء الله يعني. ان شاء الله نفسك طبعا ان احنا نصعد عشان طبعًا تزود مجهودك بحيث ان تلفت نظر المدير الفني تبقى موجود. طبعا يا كابتن ده طبيعي، ده طبيعي طبعا طبعا بتاع اي لاعب كره قدم طبعًا في العالم كله طبعا، بس مصر بس. امنيه لكل لاعب طبعا انه يبقى متواجد في كاس العالم طبعا، ده اكيد. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله مصر في كاس العالم. عبده اشرف بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، معلش ممكن تسال كابتن احمد سؤال؟ ممكن طبعا. مين اكتر لاعب جوه النادي قريب ليك وبيحكي موقف كوميدي معاه؟ وقال الشناوي. مش موقف كوميدي، لا كابتن الشناوي كان صايح وبتاع، كابتن الشناوي ده لكن اللي بهزر معاه طول دايما دايما يعني محمد محمود، بتواجد معاه بصوره دايما في الوزاره. محمد زي العسل. عسل. وهو بطريقته لطيفه يعني. رهيب رهيب. احكي لنا حاجه حصلت معاه. لا لا احنا على طول يمكن احنا بنفضل نهزر في يعني فيديوهات بنشوفها كده، فبنقعد نهزر مع بعض عليها يعني، لكن هو كشخصيه تتحب تتعامل معاه جدا يعني. ايوه.
صلاح بيقول كل الشكر للكابتن عبد القادر على ما قدمه للنادي الاهلي. انا بعتقد ان احمد لسه ما قدمش حاجه للنادي الاهلي. لسه بدري جدا. لسه بدري جدا. طبعا لسه بدري جدا. حماده عبده بيقول موهبه جيده وليس له شبيه في تمام. حسن درغامه جماعه عايزين نقطع فيه شويه عشان بس ما عايزين نخبط فيه يعني. لازم يبقى فيه ناحيتين طبعا. لازم يبقى فيه كده وكده طبعا. شنكوتي بيقول ميسي مصر ربنا يفرحك زي ما بتفرحنا. افندينا بيقول منور بيتك الكبير يا كابتن احمد مستقبل الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. ايهاب محمد نجار ضرب الاحمر ازاي عبد القادر؟ ما احنا اتكلمنا في هذه النقطه. يارا بتقول كابتن لو سمحت اساله ايه هو النادي الاوروبي اللي ممكن يخليه يفكر يمشي؟ يعني لو جالك عرض احتراف منين؟ طبعا ده بعد موافقه النادي الاهلي. ده اكيد بدافع بس يعني بحاول انا دايما يا كابتن بمشي خطوه خطوه يعني اللي ربنا كاتبه يكون بيظهر مع الوقت فانا بحاول اجتهد تدريجيا لغايه لما بشوف الدنيا يعني بتوصل لايه بعد كده. بتحب مين من الانديه في اوروبا بغض النظر؟ انا اصلا يعني اللي بشجعه ريال مدريد. انا اصلا ريال مدريد ده النادي اللي بشجعه بره مصر. لكن فكره بقى ان انا اشوف نادي الا نفسي احترم لسه الموضوع بدري. لسه عايزين نحقق حاجات كتير جدا مع النادي يا كابتن. بالظبط كده. بالظبط لسه حاجات كتير مع النادي ان شاء الله يعني. حتى لان اعتقد ان انت لسه ما يعني خدت ثالث، خدت دوري، خدت افريقيا، خدت بتاع، لكن في النهايه ما عملتش لسه حاجه من وجهه نظري. لسه يا كابتن لسه المشوار طويل ان شاء الله وبوعد جمهور الاهلي ان شاء الله يبقى لسه في مزيد من البطولات باذن الله يعني. يا ريت تساله لو كان ليه حسابات على السوشيال ميديا غير انستجرام. ده ناصر عندك حسابات غير الانستجرام على السوشيال ميديا؟ عندي يمكن عندي في كل حاجه. عندك في كل عندي يمكن عندي على الفيسبوك بيجين في واحد ماسك بيج ليا وفي البروفايل بتاعي انا اصلا شخصي الاكونت الشخصي بتاعك الاثنين فيريفايد كده كده يعني بس صفحه بالظبط ده على الفيسبوك. بالظبط. والانستجرام عندك طبعا انستجرام البيج بتاعتي على الانستجرام. والتويتر التويتر نفس الكلام بس مش فيريفايد. التويتر مش فيريفايد يعني لسه الفيريفايد ما عملتوش. ماشي. سليمان بيقول ان شاء الله هيبقى احسن لاعب في مصر البدر المنير اهلاوي من اليمن. مساء الخير يا كابتن اسلام نورنا. اشكرك جدا. عبد القادر لاعب موهوب عنده ما يقدمه للنادي الاهلي ومنتخب مصر الكثير. شكرا. وانا اتوقع ان له مستقبل كبير ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي حياه. انا بتوقع لك مستقبل كبير. انت عندك الجراه المصحوبه بمناسبه الجراه المصحوبه بالهدوء لانها مهمه جدا. واخد ثقتك في نفسك ازاي؟ بمعنى ان انت لو مباراه خلينا نتكلم على اخر هدف. احنا للاسف مش حقوقنا فمش هنقدر نذيعه، لكن اخر هدف ده زي ما كنا بنتكلم هو ثقه كبيره جدا. جايب الثقه دي منين؟ ممكن يا كابتن يعني هو انا كلاعب كوره لما بنزل ما بحاولش اشغل دماغي بالاجواء اللي موجوده. الماتش رايح فين؟ الماتش نظامه ايه؟ بحاول اركز في شغلي. طول ما انا هعمل شغلي ربنا يكرمني. فهي يا كابتن يعني انا بحسبها كده. طول ما انت مركز نازل مركز انك تعمل حاجه فبتمشي ان شاء الله يعني وربنا بيكرمنا يعني الحمد لله. لكن انا اشغل دماغي بقى في فكره ان انا الجمهور الدنيا مضغوطه، الجمهور مثلا لو كان الاستاد بالظبط مش هركز في الماتش. فطبيعي ان انا انزل مركز في الماتش وبعد كده بقى اما الماتش يخلص ان شاء الله ونعدي منه تبدا بقى تحاول تفكر في حاجه ثانيه يعني. تمام. بره الكوره بتحب تمارس رياضه ايه ثانيه ولا خلاص هي الكوره بس اللي بتخليك؟ لا 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 يمكن انا هوايتي انا اصلا بره الكوره انا غوي عربيات جدا. احب العربيات بطريقه اوكي بحب العربيه بطريقه كبيره جدا. فيمكن الحاجه اللي جنب الكوره يعني بحبها يعني. بتتفرج بقى على فورمولا 1 والحاجات دي ولا دي بيبقى العربيات اللي هي تشتري لا. عربيه وتقعد تعمل فيها بقى لا بتفرج بس مش إيه؟ فورمولا بالظبط. انا احب جو العربيات الحاجات اللي هي تبقى سبورت شويه دي. فبتابع بقى بحاول اتفرج على عربيات مثلا على اليوتيوب الحاجات دي. لكن فورمولا 1 ماليش في السباق يعني والحاجات دي. مالكش في جو العربيات بس كده السبورت يعني. طيب لو ما كنتش لعبت كوره كنت ممكن تعمل ايه؟ انا بس بطلعك بره الكوره شويه. لو ما كنتش طلعت كوره كان ممكن يعني اركز بقى ان انا مجموعي يبقى كويس في الثانويه ومثلا دكتور. كنت انا اصلا في علم علوم. كنت في علم علوم في الثانويه بس المجموعه يمكن حصل فيه دروب شويه بسبب ماده معينه كده كانت الكيمياء. ما كنتش طبعا الكيمياء معادلات ولازم تقعد لها وفتره طويله جدا فيمكن هي اللي ضربت المجموعه عندي شويه. فممكن كنت يعني هكمل في التعليم طبعا ودكتور. كنت هبقى دكتور يعني. دكتور؟ طب خلينا نروح نشوف الدكتور احمد عبد القادر. ماذا قال جمهور النادي الاهلي؟ سالنا السؤال ده لجمهور النادي الاهلي وقالوا ايه على هذا الامر ونرجع نكمل مع حضراتكم. مش لاعب كوره ما يعني ممثل ممكن بس بقى لا مش كتراكتر مش يعني كتراكتر ممثل لا هو لاعب كوره
ما اعتقدش ان احمد عبد القادر مش حاسس ان انا شايفه في حته تانية غير الكوره، بس هو شخصيته قويه، يعني هو كشخصيه قويه. اعتقد ان هو في مجال الاداره كان هيبقى حاجه تانية، لانه لعيب في سنه ده بشخصيته دي لعيب ما بيهابش المواقف. والله هو ممكن يشتغل مثلا محلل في استوديو كوره، او ممكن اعلامي مثلا، يعني الفيلد ده يعني ممكن. ده رسام فنان، يعني هو اصلا عنده صوره بديهه وحسن تصرف وكده، ولعيب موهوب يعني. نقول فنان بقى يعني، عشان هو ما بيحبش يجيب، يعني ما بيحبش يعمل حاجه كده، لازم حاجه جميله يعني. اي جون بيحب يجيبه ما بيجيبوش كده عادي، لا لازم بشكل جميل. تحس ان هو طيب كده، تحس ان هو زي كانه مدرس والله، تحس ان هو محترم كده وابن ناس. اشتغل ايه؟ لا انا مش شايفه غير في الكوره، او كان ممكن يشتغل بقى في بيزنس حر يعني. يعني ممكن مثلا مدرب كوره مثلا، عنده قدرات مثلا وطموحاته حلوه في الاهلي وكده يعني، وبالذات اخر هدف بتاع المريخ السوداني، وما شاء الله عليه يعني، ربنا يبارك له. هو ممكن يعني يبقى يعني يمسك حاجه في بنك، لان هو انسان محترم وهادي. باش مهندس يعني، هو مهندس في كره القدم، برضه ينفع يبقى مهندس بره كره القدم يعني. هو احمد عبد القادر من اللعيبه المحترمه، اللعيبه اللي مهاراتها عاليه، ولعيب فنان يعني بصراحه، وهو اصلا بطبعه هادي، فاشتغل في مجال الاعلام. مدرب كوره، لانه بيفهم دماغه فيها كوره. هو بصراحه هو احساسي كده ان هو يبقى فنان كوميدي، هيبقى الكاركتر بتاعه عالي جدا يعني بصراحه يعني. يعني ده احساسي كده بالنسبه له يعني. والله هو كوميديان بصراحه، احنا بنستمتع لما بيمسك كوره في الملعب، بنحس هو مهاره حرفيا، مهاره حلوه جدا، واحنا كجماهير اهلي احنا بنحبه وبندعمه وفي ظهره في اي وقت وفي كل مكان. رسام، مهندس، كوميديان، بتاع بنك، بتاع بنك. ده اهم حاجه. مدرس. مدرس وبتاع بنك ومدرس يعني الناس شايفاك في حاجات تانية، بس في واحد طلع لك انا مش شايفه غير لعيب كوره. ممكن يعني وجهه الاراء مختلفه، حضرتك شايف يعني. في واحد شافني بتاع بنك برضه عادي، في واحد شافني مدرس. قال لك اصل هو شكله كده ايه يعني، محترم يعني ايه مش فاهم. بس ممكن الحاجه التانية تبقى بيزنس برضه عادي. واحد تاني قال لك اداره، واحد تاني قال لك اعلام، قلت له هتقطع عليا. انا موافق بس لا، ربنا يديك الصحه وتفضل تلعب. انت قدامك انت كام سنه؟ ما اقدرش. 22. 22 سنه يعني. 22. مش انا كنت فاكرك 22 قدامك لسه على الاقل 10 سنين، على الاقل 10 سنين، وبعد كده تبتدي تتكلم. يا رب يبقى اعلى من كده ان شاء الله. ربنا يديك الصحه دايما ان شاء الله، والعمر يعني، ونشوفك دايما كده يا احمد. طيب دايما لما بنيجي نفكر في كره القدم بحس ان هي بضغوط كبيرة جدا، انت بتقابل الضغوط دي ازاي؟ يعني بتعمل ايه في البيت؟ مفيش والله يعني. انت عندك ماتش الهلال، لو انت في المنتخب عندك ماتش المنتخب، بتعمل ايه في البيت؟ يومك بيبقى ماشي ازاي؟ مش يومي، انا اصلا بخلص تمرين بطلع بريح خالص في البيت، راحة سلبية خالص. خالص اتمرن واطلع اريح، ده الطبيعي. لكن كتفكير بقى للماتش بحاول طبعا اليومين ثلاثه اللي قبل الماتش بحاول اقرا السيناريوهات، المواقف اللي اتحط فيها في الملعب، استلمت منين، اتحرك فين، الحاجات دي طبعا احنا كلاعبي الكوره بنفكر فيها شويه قبل الماتش بيومين ثلاثه، بتحاول تحضر في كل السيناريوهات لما الكوره هتجي لك مثلا هتعمل فيها ايه، هتتصرف ازاي. بس فقبل الماتش بيومين عشان برضو يعني طول ما انت بتفكر في الماتش بصوره كبيره جدا بتتضغط غصب عنك، فبتحاول بس قبل الماتش كده بيومين تقرا سيناريوهات الماتش ممكن تمشي ازاي، تحاول تطلع نفسك بره لاي ضغط. بالظبط. انا ممكن انا بحضر لكل السيناريوهات، عشان وارد انك لو في سيناريو انت ما قريتهوش في دماغك او انت ما فكرتش فيه، وارد انك ما تعرفش تتصرف بصوره كويسه في الماتش يعني. فبحاول اقرا كل حاجه ان شاء الله يعني قبل الماتش. اصعب فتره الفتره اللي فاتت، او اصعب مباراه الفتره اللي فاتت كانت ايه؟ كاس عالم ولا افريقيا ولا دوري ولا انتوا كل يومين ثلاثه ماتش؟ والله العظيم يا كابتن كله صعب يعني. كله صعب طبعا. نلعب كميه الماتشات ده في الوقت ده بتبقى كله صعب طبعا. وبعدين كل الناس قدام الاهلي طبعا بيلعبوا بصوره، انت حضرتك عارف، بيلعبوا بصوره مختلفه تماما يعني. كله بقى يكون عايز يطلع كل اللي عنده عشان بيلعب النادي الاهلي، فبالتالي كل المشاكل بتبقى بصوره صعبه جدا يعني. الموضوع كان في سموحه اعتقد اسهل يعني. اسهل بكتير جدا. طبعا مفيش ضغط، مفيش اختلاف. اختلاف تام يعني. اختلاف تام. يعني الكلام اللي بيتقال ان تيشيرت الاهلي مختلفه ده حقيقي؟ طبعا يا كابتن. طبعا مختلف بصوره كبيره جدا. سموحه كان حاجه والموضوع مختلف هنا تماما، فانت لازم تعرف تتعامل مع الفرق ده. بس فربنا يكرمك. اتعاملت معاه ازاي؟
اتعاملت معاه ان انا احاول ابقى هادي طول الوقت واظهر امكانيات، يعني بلعب طول الوقت ان انا ابقى بطلع امكانيات واخدم الفرقه بس. فانت هتطلع من الضغط ده يعني. طيب خلينا نروح نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي لاحمد عبد القادر ونرجع نكمل مع حضراتكم. احمد عبد القادر من المواهب النادره، يعني خليفه عزب شافي، خليفه وليد صلاح الدين، هو لاعب مجتهد جدا، وكنت اتمنى ان المره دي يتاخد يعني في الماتش بتاع السنغال، لان الماتش كان محتاجه، يعني محتاج ان واحد زيه بمهاره بتاعته. هم طوال على الفاضي بس مهاريا على الارض يعني كان يبقى ليه دور كبير، انما خلاص يا ده يعني ربنا بقى هو اللي اختاره كل حاجه. بتمنى له التوفيق، هو لاعب مجتهد جدا، هو لسه صغير وعمره قدامه كتير، وهيبقى نجم مصر ان شاء الله، بس يحافظ على نفسه ويجمد شويه في، يعني اعتقد يعني جسمه يملى شويه بس. قول للكابتن قادر بالتوفيق، واحنا في ظهرك والنادي الاهلي كله بتابعك والجمهور كله في ظهرك وفي ظهر كل اهلاوي، كل اهلاوي في ظهرك وكلنا بنشجعك، وكل التوفيق ليك وكل الدعم ليك. كابتن احمد عبد القادر طبعا لعيب كبير، ويعني وصل بسرعه، يعني بصراحه كلنا كاهلاويه او كجمهور مصر عامه بنتمنى له طبعا ينضم للمنتخب، لانه فعلا ما فيش غنى عنه. احمد عبد القادر بصراحه يعني انا عن نفسي كاهلاوي بحبه جدا في النادي الاهلي، وعلى العموم يعني نتمنى ان كابتن كروش يبص له يعني بص. احمد عبد القادر انت لعيب صاعد واعد هايل بصراحه، كنت في سموحه عامل موسم متالق جدا، رجعت الاهلي يعني اضافه ليه فعلا، ومركزك فعلا الاهلي محتاجه على فكره، رغم ان انا زملكاوي، بس بحييك فعلا على مجهودك وعلى مهارتك وعلى اخلاقك العاليه، لان واضح ان انت لعيب اخلاق عاليه جدا جدا جدا. ان شاء الله بالتوفيق في النادي الاهلي، تحقق معاه بطولات حلوه، ودايما على طول كده ان انت شاب محترم فعلا. طبعا لاعب ممتاز جدا جدا وماهر جدا بشهاده الكل، وما فيش حد يشك في كده يعني. عنده مهاره، سرعه، لياقه، سنه، لعيب زي احمد عبد القادر لو في اي دوري في الدوريات الاوروبيه كان زمانه اتضم للمنتخب بمنتهى السهوله، كان عمل فارق في اداء المنتخب، اعتقد ان هو يستحق فرصه في المنتخب. هو صفقه كويسه جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر، واتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويعني ليه مستقبل ان شاء الله بره، اتمنى ليه ان شاء الله. لا هو كلاعب كوره الله اكبر عليه ما شاء الله. احمد عبد القادر من الناس اللي بتلعب كوره حلو واللي مكسب للنادي الاهلي، كويس جدا على الجون، وبيحاول ان هو من اقل عدد لمسات انه يروح على الجون دايما وكده، وبينقل الفرقه، ده بيقلل مثلا الضغط من علينا لو احنا قصاد فرقه ضغطانه مثلا او كده. اللاعب المهاري دايما يقدر انه يوجد لك الحل. واثنين احب اقول له ان ربنا يوفقك ويمشي على الخطه دوت، وان انت محتاج الاهلي والاهلي محتاجك. يعني لو انت بتفكر في فكره الاحتراف حاليا دلوقتي، لا اجلها شويه، لان انت هتكتسب خبره في الاهلي، الاهلي هيفيدك زي ما انت برضو بامر الله هتفيد الاهلي. اعتقد نصائح هامه جدا من جمهور النادي الاهلي. بتحط النصائح دي في دماغك ولا انت عندك طريق وماشي عليه وخلاص، مش في دماغك اي حاجه تانية؟ هو انا كده كده عندي طريق، بس لازم بسمع برضو لنصائحهم طبعا، وبحاول ازودها على الطريق اللي انا ماشي عليه. حد قال لك عايز جسمك؟ مع انه انا شايف ان انت كده. لا لا بص يا كابتن، حوار الجسم والحاجات دي انا بصراحه ببقى مقتنع بها لنفسي انا، يعني الجسم ده انا شايف ان انا وزني كويس على طولي، مش محتاج، ماليش علاقه بقى انا، يمكن انا مثلا عشان بلبس التيشيرت مقاسه كبير شويه باخده لارج مش عارف، لكن انا كجسم انا البس صغير يا اخي، البس بقى في يعني نمسك بقى التيشيرتات ونعمل كده، لكن كجسم انا شايف جسمه مناسب. طبعا لازم اطور، طبيعي ان انا لازم اطور، ده طبيعي لاي لاعب انه لازم يطور من جسمه طول الوقت. بس انا شايف كمرحله ان انا الدنيا كويسه، يعني ما فيش خالص جو ان انا ازيد، انا ممكن برضو اخلي شكلي في لكن انا ما بركزش، انا نازل العب، فاهم قصدي يا كابتن؟ بس ففكره ان انا اركز على جسمي دلوقتي لا، مش شايفها خالص يعني. اكيد هشتغل، طبيعي ان انا هشتغل، وطبيعي ان انا اطور، بس فكره ان انا ازيد ده انا شايف ان وزني مناسب، يعني مش عايز ابقى اظهر بسرعه اقل من كده يعني. طيب هطلع فاصل يا احمد، بس هنطلع فاصل نريح الناس شويه، لان الحقيقه جايه لك تعليقات كثيره جدا جدا، واحنا نوهنا خلال يومين اللي فاتوا ان عاملين مسابقه على تيشيرت النادي الاهلي واحمد هيمضي عنه زي ما حضراتكم كده شايفين. هنرجع من الفاصل ان شاء الله نحاول بقى نصل لمن سيفوز بتيشيرت احمد عبد القادر او ماضي عليه كابتن احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. بنسخن بس يعني عشان دي الاربع تيشيرتات اللي احمد جايبهم لنا علشان هيمضي على واحد، وزي ما قلت لحضراتكم
هيكون اول واحد فائز. عايزيننا نبدا بايه؟ نبدا بال زي ما انت عايز، فيسبوك انستغرام. ما حضرتك، خلينا ناخد الانستغرام الاول. تمام، مين اللي هيكسب من على الانستغرام؟ واحمد وهو قاعد معانا كده هيمضي على التيشيرت النادي الاهلي. متابع انت للسوشيال ميديا كويس؟ لا مش كويس بصراحه، بس إيه؟ على فترات بعيده قوي يعني. ما بتهتمش ولا بتهتم؟ لا لا ما بهتمش خالص والله، ما بهتمش بالتفاصيل خالص اللي موجوده يعني. ليه؟ مع انه مهم يعني، اعتقد ان ده شيء مهم. لا مش مهم يعني، مش في كل الفترات مهم بصراحه يعني. في فتره ممكن اجازاتك بقى تحاول تعرف كده التفاصيل، لكن طول ما في شغل خلاص يعني تحاول تفصل دماغك. عندنا فيها مشاكل كتير. انا ممكن اجي اقعد جنب احمد يا سمير؟ ها؟ اجي اقعد جنب احمد؟ عشان يعني هيجيب لنا ازاي التهم. بص احنا عملنا السؤال ده، لاعب ظهر بأداء مميز مع الاهلي، توقع من هو هتكسب تيشرت النادي الاهلي، موقع من اللاعب نفسه. ده احنا عملناه امبارح. تمام، يعني بص جالك فوق الألف تعليق الحقيقه يعني. تمام، معظمهم احمد عبد القادر. في ناس تانية، في لعيبه نطلع بقى اللي عمل توقعين ده نطلعه يعني، ولا نخليه برده موجود؟ لا، التوقع السليم احنا هنمشيها ازاي بقى؟ احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنزق البتاع كده لفوق. تمام، نقعد بقى انت اعمل كده وعيش، واختار لك اسم من الاسماء دي هتمضي عليها. تمام، خلينا من الناس اللي كانت تحت دي شويه. انزل تحت، انت عندك كتير قوي، هتعلى كتير قوي. تمام تمام كابتن. هو اغلب الحاجات كانت احمد عبد القادر، خلي بالك ده كان سؤال فعلا احنا حاطينه. الدنيا ما كانتش باينه يعني ولا؟ لا ما كانتش باينه اهو، هو السؤال فوق خالص، بس لما تخلص هوريك. تمام، احنا كنا حاطين لاعب بظهره وخلاص. تمام، انت فاهم؟ ممكن نقف هنا زي ما انت عايز. محمد عبيد 84. ماشي، محمد عبيد 84. ده محمد عبيد 84 كاتب احمد عبد القادر على الانستغرام. تمام تمام، احنا دلوقتي هنصور محمد عبيد اهو، انا صورته. يا محمد يا عبيد، احنا حاول تبعت لنا بقى على الصفحه بتاعتنا علشان الكابتن احمد عبد القادر بعد اذنك يا سمير هات لنا بقى الكابتن احمد وهو بيمضي على التيشيرت. يلا اتفضل. محمد عبيد 84، اكتب له بقى طيب محمد اي حاجه. محمد عبيد، محمد عبيد 84 هو اللي كسب يعني معانا. طيب ده اول تيشرت هيفوز بيه او فاز بيه بالفعل محمد عبيد 84 من على الانستجرام. التيشرت هيكون موجود وان شاء الله هنتواصل معاك. ابعت لنا بقى على الصفحه بتاعتنا على الانستجرام. بص يعني احنا كنا حاطين السؤال كده. تمام، مش باين حاجه خالص. تمام، مش باين فعلا. لا خالص، مش حاجه خالص. تمام، يعني ممكن احمد عبد القادر، ممكن فلان، ممكن اي حد. تمام، فاهم، توقعات اللي صح. تمام، مبروك عليه. فمبروك على محمد عبيد، وشويه ولسه هنبقى مع حضراتكم كمان على الفيسبوك وعلى التويتر. ومعانا مفاجاه برضو النهارده يعني اخرى هقولها لحضراتكم، ولكن في وقتها عندنا مفاجات كتيره جدا. احمد، انت من اكتر الاماكن اللي بتحب تلعبها وانت في الملعب ايه؟ يعني احنا دايما بنشوف احمد ناحيه الشمال. هل ممكن تلعب 10؟ هل ممكن تلعب المين بوزيشن اصلا بتاعي رقم 10؟ المين بوزيشن يعني المكان الرئيسي بتاعك. ده رقم 10، بس بلعب طبعا رايت وينج موجود، ليفت وينج موجود عادي، بس المركز الاساسي اللي كان بتاعي اصلا كان رقم 10. امال ليه احنا دايما بنشوفك ناحيه الشمال؟ بغض النظر عن ان المدير الفني عايزك هنا، لكن انا بتكلم على انت ليه دايما انت يعني حتى مع سموحه كنا بنشوفك كده. يمكن اخر فتره مع سموحه لعبت ليفت وينج، لعبت شويه في اخر فتره، اخر 6-7 ماتشات. لكن الطبيعي بتاعي ان انا بلعب رقم 10. ممكن اغلب اهدافي اصلا موجوده مع سموحه من جوه الملعب، من ناحيه ده في الاخر، في اخر ماتشات. يعني انا شفت لك جون حلو قوي. ده كان اخر كام ماتش كان من ناحيه الشمال، لكن معظم الاهداف في سموحه بتلاقيها قريبه من ال 18 في نص الملعب كده. بس وبرده كان في كام هدف برده جبتهم في النادي هنا من برده قريبين شويه من الشمال. يعني مثلا جون الهدف الاسماعيلي ده كان من على
من على الخط ال 18 كان موجود من نص الملعب. لا بس انت مثلا الجون الاخير في المريخ كان جاي من ناحيه الشمال داخل ومرقص لجوه. بالظبط بالظبط. هو في انت بتحب الاماكن ده اكتر يعني ولا لا مش فارق معاك؟ مش فارق لي خالص والله خالص. بس انا بتكلم اصلا كان مركز الاساسي رقم 10، لكن انا مش فارق لي العب شمال يمين في النص عادي. بس احنا مثلا ما شفناش علاقتك ببيتسو ايه؟ بيتسو موسيماني كويسه جدا يعني، بينصحني على طول، بيحاول يقول لي على الايجابيات والسلبيات اللي المفروض اعملها. وطبعا يعني بسمع المدير الفني طبعا، بحاول انفذ اللي هو بيقوله لي يعني. كانت بتيجي بعض الفترات اللي انت ما بتلعبش فيها وكان بيبقى في زي اتجاه كده معين ان هم يودوك لناحيه ان انت ايه يعني بيحاولوا يسخنوك يعني؟ لا لا خالص، مش بتاعتي ده يا كابتن، مش بتلعب اقعد، مش بتاعتي خالص. انا بعمل اللي المدير الفني عايزه مني وبس، وبحاول اجتهد وبتاعت ربنا بقى. العب ما العبش ده مش قراري خالص يعني، قرار يعني بعد ربنا، ده قرار المدير الفني. بالظبط المدير الفني هو اللي يقرر. بالظبط. بس ممكن تلاقي نفسك بره المباراه مثلا تزعل جدا وتتضايق وكل حاجه، نفسي اشارك طبعا، نفسي ان انا في وقت من الاوقات عايز ابقى موجود، بس طبعا ده قرار مدير فني يعني، مش هتضايق ولا هزعل طبعا يعني. علاقتك ايه برضه بكابتن سامي قمصان؟ انا عارفه طبعا من زمان جدا يعني، من ايام الناشئين هو كان موجود معانا كابتن سامي، فعارفه طبعا علاقتي بيه من زمان جدا، ودايما مع كابتن سامي بنتكلم كاصحاب يعني، هو بينصحني كتير جدا وبتكلم معاه كتير جدا يعني. كان هو قبل ماتش المريخ ده اللي كسبناه الاخيره، وكان متوقع ان انا اجيب جول قبل الماتش، وكلمني قال لك، قال لي انت هتجيب جول ان شاء الله لما تنزل. وخلي بالك سامي منه ربنا يعني، بينه وبين ربنا عبار. قال لي بصراحه وانا نازل التغيير، قال لي انت ان شاء الله هتجيب جول النهارده يعني. فالحمد لله ربنا كرمني في الوقت ده. كابتن سيد دوره معاكوا دايما بيبقى مستني انت تعمل ايه؟ هو بتتعاملوا ازاي مع كابتن، او بتتعامل انت ازاي مع كابتن سيد؟ كابتن سيد يمكن احنا مش، هو كابتن سيد مش طول الوقت معانا في الملعب. بالظبط. شغله بره اكتر. بالظبط شغله بره اكتر، فبنحاول على قد ما نقدر لما بيجي يقول لنا حاجه او تعليمات بنحاول ننفذها يعني، لما بيجي يدينا تعليمات معينه بنحاول ننفذها على قد ما نقدر يعني. فعلاقتي بيه، علاقتنا كل اللعيبه طبعا، علاقتنا بكابتن سيد كويسه جدا يعني. كويسه جدا. هل في حاجه معينه بتفكر فيها يعني لما يجي مثلا موسيماني يعمل المحاضره اللي قبل المباراه وتلاقي نفسك انت كنت عارف ان انت هتلعب، هل موسيماني بيبين طيب الاول مين اللي هيلعب ولمين؟ لا لا خالص خالص. اثناء طول الاسبوع ده انت عارف اللي هو التيشيرتات الخضراء والزرقاء والحاجات دي زمان يعني؟ لا هو هو طبعا بيبقى فيه، ما انت طبيعي عشان تلعب تقسيمه تعمل فرقتين. بس فكره مين اللي يعرف ان هو يلعب او ما يلعبش، لا لا ما بتبانش خالص والله خالص. لا خالص، هو بيعمل، هو طبيعي انك لما بتعمل تقسيمه طبعا لازم يبقى في فرقتين هيلعبوا بعض طبعا. ده طبيعي، لكن بس دايما بقى كنا عارفين ان الناس تبان. لا ما باخدش بالي والله، احيانا اصلا الموضوع مش باين خالص يعني. هو دايما بيعمل بتحس ان في زي اختلافات كتير كده. علاقتك ايه برضو بالافارقه اليو ديانج؟ ما بيتكلمش غير فرنساوي شويه انجليزي. لا بيتكلم يعني انجليش كويس. ديانج بيفهم انجليش كويس جدا والله. ومعاه لغتين فرنش والانجليش يعني. بفهم وبتكلم معاه على طول انجليش. يمكن ديانج من اقرب الناس لافارقه اللي موجوده ليا في النادي يعني. فعلا. شخصيه عسل جدا يعني ديانج. سنه صغير طبعا، دماغنا كده تحس انه لسه صغير يعني. على رغم الناس فاكره ان الموضوع مع ديانج ان هو مش عارف، لا لا ديانج صغير وشخصيه كويسه جدا يعني. في ظل العروض او اللي بنسمع ان في عروض كتيره جايه لديانج، بيفكر في الموضوع ازاي؟ والله يا كابتن اسامه انا ما اعرف تفكيره. عشان ما ادخلش جوه دماغ كل لاعب يعني، بس هو دي حاجه ترجع له يعني. ما اعرفش والله بفكر ازاي، بس هو يركز ويجتهد اكتر ان شاء الله يعني. طيب علاقتك ايه ببيرسي تاو، بميكيسوني، يعني بقيه اللاعبين؟ بتكلم مع اللعيبه كلها طبعا يعني. بس يمكن انا اقرب واحد ليا في الافارقه ديانج، لكن بتكلم طبعا مع بيرسي تاو، بتكلم مع ميكيسوني، بتكلم مع الناس كلها طبعا. كل الناس بتكلم معاها، لكن يمكن اقرب الناس اللي بحكي معاهم كتير هو ديانج. علي معلول ودوره بقى كواحد من كباتن الفريق يعني، بقى له فتره عمر في الملعب. بالظبط. علي شخصيه محترمه جدا، وزي ما حضرتك قلت من كباتن الفرقه يعني. فبنحاول نسمع له طبعا في اوقات كتير يعني، لما بيكون عايز حاجات في الملعب بيتكلم معانا طبعا. علي طبعا بيبقى واقف ومركزه باك ليفت، فبحاول يكلمني كتير عشان هو شايف الملعب بصوره اكبر في الملعب طبعا. فبحاول ان انا اسمع له في معظم الاوقات يعني. طيب ممكن تطمنا على بدر بنون، اخباره ايه؟ يمكن لسه مكلمه من يومين والله. والله والله سبحان الله يعني، لسه مكلمه. هو هنا ولا في المغرب؟ لا هو مش في مصر هنا. مش في مصر. اوكي. لسه مكلمه، فهو اموره كويسه جدا، بتحسن بصوره كبيره جدا، فبتمنى له السلامه وانه يرجع في اسرع وقت يا رب ان شاء الله يعني. اعتقد بدر برضو فارق مع النادي الاهلي. طبعا لعيب بقيمه كبيره جدا، ونفسنا يبقى متواجد معانا ويرجع في اسرع وقت طبعا، واحد من الفرقه وهيساعدنا كتير جدا يعني.
يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نطلع فاصل اخر، وبعد هذا الفاصل عندي مفاجاه برضو عايز اعملها مع حضراتكم ومع كابتن احمد عبد القادر، لكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مفاجاتنا النهارده الحقيقه مع طبعا مفاجاه وجود كابتن احمد عبد القادر، هيكون معانا ايضا او اصبح معانا ايضا كابتن فريق كره القدم لذوي الهمم كابتن فتحي طارق. كابتن فتحي طارق الحقيقه طلب مخصوص ان هو يكون معانا في حلقه النهارده علشان كابتن احمد عبد القادر، وانا الحقيقه عملتها مفاجاه لاحمد لان انا عارف ان احمد من الشخصيات اللي بتقبل بكل هذه الحاجات، لانه زي ما قلت لحضراتكم تربيه النادي الاهلي. ازيك يا فتحي؟ الحمد لله يا كابتن. عامل ايه؟ تمام يا كابتن. كويس؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ترنج و100 100. فين الشاره طيب؟ كنت لازم النهارده. ما جبتهاش معاك ليه؟ من البيت يا كابتن. ما جبتهاش معاك ليه؟ والله يعني اهو حاجة كده في الماتشات بس. في الماتشات بس. النهارده انت كنت عايز تبقى موجود مع كابتن احمد عبد القادر، وكابتن احمد الحقيقه يعني انا حبيت ان انا اعملها له مفاجاه. انا والله فرحان ان انا موجود معاه النهارده يعني، وربنا يكرمه ان شاء الله كده في اللي جاي. وانا بحبه والله يعني، ربنا يكرمه. بتتفرج عليه ولا ما بتتفرجش؟ طبعا طبعا، انا اهلاوي على فكره كمان. طبعا. طيب كويس جدا. انا بشجع فريقين في الدوري الممتاز حضرتك، الاهلي ونادي الجونه. عشان اسلام. اخويا جون بتاع نادي الجونه. اسلام طارق. اسلام اخوك. طبعا. اسلام طارق حارس مرمى الجونه. لحم ودم طبعا. طبعا. ربنا يخليك. اهلاوي سامين برضه. يعني انت بتلعب ايه مركزك في الملعب؟ والله يا كابتن اسلام انا بدات كوره من انا عندي 6 سنين. لعبت في كذا انديه. تمام. لعبت سباحه ولعبت كذا لعبه، بس ايه الكوره اللي ايه رقم واحد عندي حضرتك. تمام كده. وبعد كده يعني ايه بتحب تلعب مركز ايه في الملعب يعني؟ بلعب صانع العاب. زينا كابتن. زي احمد عبد القادر كده. طبعا طبعا. قطع عليا بقى. لا ما اقدرش، ما اقدرش يا كابتن والله. بتحب تبقى احمد لسه صغير ان هو يبقى يعني، لكن انت بتحب تبقى شايف احمد في الملعب؟ طبعا طبعا حبيبي. مين تاني من لعيبه الاهلي بتحبه؟ لا كذا واحد طبعا الصراحه. كذا واحد ده يعني محمد مجد افشه طبعا. وكذا لعيب طبعا، وكابتن احمد عبد القادر. عمار حمدي. على دماغي والله. عمار حمدي. عمار حمدي لعب معاه في النصر. لعب معاه في نادي النصر القاهره. لعب في نادي النصر. معايا. عمار اخويا بعد ربنا ربي يشفيه يعني. يا رب ان شاء الله. ويرمه بالسلامة ان شاء الله. هو واكرم توفيق ومحمد عبد المنعم يا رب يعني. يا رب ربنا يشفيهم ويرجعوا لنا بالف سلامة ان شاء الله. طب كويس، كلمنا محمد عبد المنعم اخباره ايه صحيح؟ انا سالت كابتن سيد قال لي كويس. لسه مطمن عليه النهارده. انا كلمته في التليفون. اوكي. بصوره يعني الامور ماشيه بصوره كويسه جدا، ويمكن بس مريح عنده يمكن اعاده كشف كده على اخر الاسبوع، يعرف الدنيا فيها ماشيه ازاي يعني، راحته قد ايه، هيرجع امتى، عشان لسه برضو الموضوع صعب معاه شويه اليومين دول. هو كان يعني كسر ولا ما هو كسر؟ يمكن هو باين في الشاشه يا كابتن لو حضرتك لاحظت. احنا شفنا بس احنا مش مصدقين. بالظبط. هو لما الدم نزل بقى انا عرفت على طول ان في كسر في مناخيره، لان نزول الدم بالمنظر ده كده مره واحده بيبقى معروف ان هو كسر يعني. فهو ربنا يقومه بالسلامه ويرجعه بالسلامه يعني. بس هو كويس. كويس جدا الحمد لله يعني. طب الحمد لله. فتحي قول لي برضو اتفرجت على ماتش مصر الاخير ازاي؟ امتى؟ او فين يعني؟ في البيت؟ رحت الملعب؟ في البيت. في البيت اتفرجت عليه حضرتك. اشرح لنا بقى الماتش شفته ازاي، ويعني كان نفسك طبعا تبقى موجود في الملعب. طبعا طبعا والله. طبعا والله يعني احنا ربنا كرمنا الحمد لله. يعني احنا خلاص يعني ايه نسيبنا من الماتش اللي فات ده، بنفكر في اللي جاي ان شاء الله. بالظبط بقى اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يوم الثلاثاء ربنا يكرمنا ان شاء الله، وهنعمل حاجه كويسه كده يا كابتن ان شاء الله. كان نفسك احمد يبقى موجود؟ طبعا طبعا والله. والله طبعا فعلا. والله طبعا النعمه دي فعلا. عشان هو قاعد والله يعني. تعود يا حبيبي على دماغك. لا انا فعلا يعني انا بحبه فعلا والله. على دماغك. عشان هو قاعد بقول كده يعني والله. لا حبيبي حقيقه يعني يا كابتن اسلام والله. لا احمد من اللعيبه اللي يعني لسه قدامه مستقبل كبير جدا. طبعًا. انت عندك كم سنه يا فتحي؟ انا عندي 27 سنه. 27. مواليد 95. بسم الله ما شاء الله. مواليد 95. عندي 27 سنه. يعني انت تقول له احمد، انت تقول له يا كابتن بقى. لا على دماغك. انا اكبر واحد فيكم بس ما فيش. الكبير ربنا يا كابتن. طبعا بعد ربنا، انا اكبر واحد فيكم سنا يعني. ربنا طبعا. بعد ربنا طبعا. طبعا. يعني لكن بتشوف برضو وانت بتلعب وانت في الملعب. تمام يا كابتن. مين اكتر حد غير احمد وغير قفشه؟ لا هو في كذا لاعب. مين بقى؟ انا عايز اسمع منك. وغير اسلام طارق. اهلي ولا جونه طيب؟ ولا اهلي ولا جونه، اي حد تاني. لا خلينا في الاهلي. اي حد في المنتخب. خلينا في الاهلي. خلينا اي حد في المنتخب مثلا. طبعا محمد صلاح طبعا. النني. بتاع ده محمود حسن كده. تريزيجيه.
الشناوي طبعا. الشناوي ده حبيب قلبي طبعا. تحب الشناوي؟ انا بحبه طبعا الشناوي. وفي كذا لاعب منتخب برضه كلهم بتحبهم يعني؟ طبعا طبعا. كنت مبسوط لما كسبنا السنغال 1-0؟ طبعا طبعا. طبعا يا كابتن. طبعا. متخيل ايه او بتفكر ازاي في ماتش يوم الثلاث؟ احساسك، قول لي احساسك. ان شاء الله 2-0 لنا، ان شاء الله بدون 2-0 المنتخب مصر؟ مين بقى اللي يجيبها ولا ايه الدنيا؟ طب بقول لك ايه، دي لو حصلت بص والله انا واحمد هنعزمك على الاربع. انا مع كابتن اسلام في اي حاجه. من الاربع وهتجيبك معايا في الاستوديو تاني. لا الاربع. لا يا كابتن، لا انا مني للي خليني على فكره. طبعا طبعا انا عارف، انا عشان كده بسالك، بقول لك ان انت يعني احساسك 2-0 ده انت كده هتفرح مصريين كتير. ان شاء الله 2-0 مصر باذن الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب عايز تقول رساله لجمهور مصر ويعملوا ايه في المباراه اللي جايه، وللعيبه يعني وللجهاز الفني كمان؟ هم دلوقتي في السنغال. لا لا طبعا والله العظيم، يعني انا احب اقول الماتش ان شاء الله هيبقى بتاعنا، وهنعمل ان شاء الله اللي محدش عمله يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني هنعمل اللي محدش عمله يا كابتن. يا رب ان شاء الله، لانه مهم جدا. ابعتوا لنا يا جماعه على عبد القادر في البيت الكبير، او عبد القادر البيت الكبير. اخد برضو بعض الاخبار اللي حضراتكم قايلينها لنا. مساء الخير يا كابتن اسلام، واكبر مسا على كابتن احمد عبد القادر. اتمنى ان شاء الله تثبت على مستواك الرائع ان شاء الله. الاهلاوي بيقول لك سلم لنا على فتح يا كابتن اسلام. حاضر، بيسلم عليك هو كمان. طبعا على دماغك يا كابتن. الزئبقي الكره المصريه الجديد بعد بركات، بالتوفيق. ده عماد، وفعلا يا كابتن في شبه من بركات. ماشي اهو، يلا يا زيد. طبعا شرف كبير والله طبعا. احلى حاجه فيك في الملعب، هادي جدا واعصابك. سلم لنا على كابتن، سلم لنا على فتحي جدا. الله يسلمكم. وفتحي كمان يعني بيسلم على الجميع. كاجو هنداوي، تستاهل يا كابتن تبقى خليفه ابو تريكه، وليك مستقبل هايل. كل الدعم. وعاوز تيشيرت يا كابتن. هنعمل ايه؟ ماشي. ابو زيد احمد بيقول تريكه الجديد. محمد يحيى بيقول منور الدنيا، انتظرك مستقبل كبير. بعتوا لنا كل اللي حضراتكم عايزين تبعتوه، احنا لسه قدامنا يعني بعد كده كمان لسه في فقره كمان. انا مش عايز اطول مع احمد لانه الحقيقه عنده بكره تمرين وعايزين نسيبه لتمرينه. فتحي انا مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا حبيت بس ان انت تكون معانا على الهواء مع كابتن. والله مع كابتن طبعا، اللي انا مع كابتن احمد. وانا سعيد والله ان انا معاه يعني، وربنا يكرمه في اللي جاي يا رب ان شاء الله. طيب هو كان طلب تيشيرت واحمد جاب لك تيشيرت، وهيكتب لك عليه برده علشان فتح الحقيقة كان طالب تيشيرت. كل الحاجات دي على فكرة احنا عملناها دلوقتي على الهوا، يعني احمد ما يعرفش الكلام ده خالص ولسه حقيقة. عارف الكلام ده واحنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة. يعني فتحي طارق موجود معانا، والحقيقة يعني حاجة محترمة جدا جدا جدا. حبيبي كابتن اسلام، اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا فتحي. حبيبي يا كابتن، حبيبي وتستحق كل التحية، واحنا دايما موجودين معاك. وان شاء الله زي ما اتفقنا يوم الاربع ان شاء الله، ربنا كرمنا يوم الثلاث ان شاء الله. خليني بكلمك الاربع وانزل انا وكابتن احمد ونتغدى. لو هو مش فاضي انا هنزل اتغدى معاك. كابتن افضل والله. حبيبي افضل والله يا كابتن. عينيا يا كابتن، ان شاء الله نكسب. انا بشكرك جدا فتحي، ويعني لو احمد عايز تقول اي حاجة لفتحي. انا طبعا سعيد طبعا ان انا موجود معاه النهارده، واتمنى له كده الخير ان شاء الله في اللي جاي لي كده، ويبقى كابتن الفرقه دايما، دي اهم حاجه. نثبت على كابتن الفرقه دي اهم حاجه، وكل الخير وكل التوفيق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك يا فتحي. تسلم. شكرا يا فتحي حبيبي. اشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنروح بس الناحيه الثانيه كده، هنلعب انا واحمد عبد القادر 3 4 دقائق كده، ايه بلاي ستيشن سريع جدا جدا. ولا انا ليا في البلاي ستيشن ولا انا كمان. لا احنا الاثنين لينا على فكره، احنا بنكذب. هنطلع نلعب شويه بلاي ستيشن كده مع حضراتكم على الهواء مباشره، وهنسحب برضو مين اللي هيكسب التيشيرت. بقى فاضل اثنين، هيكسب مين اللي هيكسب التيشيرتين اللي جايين، سواء على تويتر او على الفيسبوك ان شاء الله. ولكن فاصل، وبعد الفاصل احمد عبد القادر في البيت الكبير وعلى البلاي ستيشن. بعد الفاصل احنا فين؟ هنا احنا بلاي ستيشن النهارده. انا قلت يعني اتفقنا انا والكابتن احمد عبد القادر ان احنا هنعمل حاجه مختلفه، عايزين نلعب بلاي ستيشن
زي ما كل الجمهور المصري بيحب يلعب البلاي ستيشن. مين هيكسب بقى؟ هم ضاحكين علينا على فكره وجايبين لنا ايه ده، اياكس وارسنال يعني. يعني مستحيل العب مستحيل في البلاي ستيشن. هم طبعا فرق قويه جدا وكبيره جدا طبعًا. لكن هم في البلاي ستيشن الحقيقه الريت بتاعهم مش عالي. الريت هيخلص علينا هنا في البلاي ستيشن. طب هيعملوا ايه؟ طب يلا بقى نحاول بالفرقه دي، نحاول احنا وحظنا. بصوا يا جماعه معلش عشان احنا وحظنا بقى وايه بالزبط. ونشوف يلا يا ابو حميد عيش. انا دلوقتي انا الابيض، الارسنال الابيض، واياكس احمد عبد القادر هو الايه الاسود. ف واضح يعني يا جماعه انتوا عارفين ان ولا انا بعرف العب بالظبط ولا انا ولا احمد بيعرف يلعب، فاحنا الاثنين ايه. تحب تلعب بلاي ستيشن ولا ممكن شويه مع اصحابي؟ بلعب والله. والله بس انا العب فايتنج اكتر يعني مش بس البلاي ستيشن بتلعب ده اكيد. عشان ده مهم جدا، خلي بالك هي برضو البلاي ستيشن دي بتخليك تبقى بره جو الضغط وال بالظبط، وتحاول تفصل شويه صح. بالظبط. بتفكرش تتجوز يا احمد؟ لا لسه شويه أنا. لسه لسه يعني بقى. بتفكر امتى ولا لسه قدام الوقت شويه ولا لسه شويه؟ بصراحه يعني مش ده الوقت المناسب، التزاماته يعني لسه في حاجات لازم اركز فيها اكتر الفتره دي. مستقبلي عامه يعني. انت عايز تلعب كوره اكتر الفتره دي بالزبط. مش عايز تفكر في حاجه تانية بالظبط. طب ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ اكتر اكله انا بحبها رز المعمر. ايه ده مش باين عليك. لا رز المعمر ده بالنسبه لي جريمه. لا والله رهيب بالنسبه لي الرز المعمر. بتحب الرز المعمر؟ قوي. ده يمكن اكتر اكله باكلها في البيت لما بنزل مثلا اجازات او حاجه. الوالد والوالده يعني انا عارف ان هم مسافرين. بالظبط. معمر طبعا مع البط بقى، خلاص كده مش عايز حاجه تاني بقى. بجد؟ يعني انت اكتر حاجه بتحبها المعمر مع البط؟ المعمر مع البط. مش باين عليك يا احمد. لا انا اكيل يا كابتن، بس الفكره ان انا ما بزيدش، انا معدل حرقي بس عالي شويه. يعني كطبيعه جسم، لكن انا باكل يعني. بتاكل يعني؟ ايه تاني غير المعمر؟ طب الحلويات؟ الحلويات حاجات كتير يعني. يعني مش نوع واحد الحلويات بالذات يعني، بس انا مش طول الوقت باكل حلويات يعني، بس لو باكل انواع كتير. حاجات كتير يعني، مش ثابت على حاجه معينه. انا فعلا زيادتي، انت لو جبت لو شفت اكلي على زيادتي انا الطبيعيه مع الاكل الموضوع مختلف تماما يعني. الناس شايفه ان انت يعني ما بتزيدش مثلا؟ ما بزيدش بالظبط. مهما اكلت ما بزيدش. فدي طبيعه جسم، دي طبيعه جسم. موسيماني بيحاسبكم بقى على الزيادات والحاجات دي ولا بتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ بيوزن لنا. بيوزن طبعا، بيركز في الموضوع جدا طبعا. مين اكتر واحد بيزيد في الفرقه؟ ما اعرفش اكتر واحد بيزيد في الفرقه، بس ممكن وبكلم ناس يعني احيانا لما اشوف وزن حد زاد بيكلمه، فما بركزش مين بالظبط، بس هو في ناس كتير يعني لو مش حاسس ان وزنها زايد بيكلمهم طبعا. عمار برضو كان بيتقال عليه ان هو عمار برضو اكيل. طبعا بس ده حقيقي الكلام ده؟ طبعا بياكل، بس هو طبعا نفس طبيعه الجسم، هو ما بيزيدش يعني نفس الطبيعه بالظبط. لكن بياكل طبعا. ما فيش حد ما بياكلش، بس يعني هو طبعًا. عمار احنا عمار سمعنا ان هو يعني من الاكيله الجامدين قوي. هو قال يا كابتن، هو قال كمان، هو قال انا باكل وخلاص. يبقى هو بياكل فعلا، يبقى هو بياكل. اكيد. هو انا بتكلم يعني عشان هو جيلك وبتاع، او اصغر منك هو؟ لا جيلي نفس السن بالظبط. يعني انت تخيل انت كنت عارفه بيعمل ايه؟ عارفه من ايام الناشئين اصلا، من زمان قوي برضو. اخواتنا من زمان قوي يعني. والله والله انا فتره كبيره جدا يعني. اخر مره كلمت اكرم توفيق امتى؟ من يومين برضو. برضو كان مع بدر يعني. احنا شايفين ان هو موسيماني كان راح له عنده بتاع. ايه الاخبار؟ عامل ايه هو؟ كويس والله العظيم، طمنت عليه يعني. الدنيا ماشيه بصوره كويسه، واتمنى ان شاء الله يبقى موجود بصوره اسرع ويقدر يفيدنا تاني ان شاء الله. بقى كده؟ طب مش هطلعك من الاستوديو، خلي بالك هيقفلوا عليك الاستوديو مش هيطلعوك. ماشي يا سيدي ماشي. عمار اكرم يعني الحمد لله اموره ماشيه كويس. انا بس بطمن من بحاول اطمن. اموره ماشيه كويس، انا مطمن عليه برده من يومين، والدنيا ماشيه كويس، وان شاء الله يرجع لنا في اسرع وقت يعني باذن الله. وعمار؟ عمار نفس الكلام، بتحاول يتاهل بصوره كويسه دلوقتي، وان شاء الله في اقرب وقت يبقى موجود برده. بتتواصل معاه يعني؟ طبعا بتواصل مع الثلاثه طبعا. طبعا ده اكيد يعني. طيب برده واحنا بنلعب كده، مين اكتر فرقه بتحب تلعب بيها في البلاي ستيشن؟ ليفربول طبعا. ليفربول سرعات عندهم على الاطراف، زق واجري بقى.
طيب احنا واحنا بنلعب كده يا جماعه احنا هنكمل لعبه انا واحمد، بس هسيب حضراتكم نشوف تقرير عن احلى اهداف لاحمد عبد القادر. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نكمل اخر سيجمنت مع حضراتكم. نطلع نشوف هذا التقرير عن احلى اهداف احمد عبد القادر ونرجع نكمل. هو جاب اجوان كويسه كتير يعني في الهلال السعودي جاب جون كويس قوي، اول ماتش في الاسماعيلي جاب جون ممتاز، اخر ماتش في المريخ كان جون رائع. هو ولد هادي يعني بيهدع الكوره وعارف بيعمل ايه، مهاري جدا بيخش يعني واحد لواحد، هو مهاري جدا ما بيخافش، واتمنى له التوفيق. فاكر هالو جونه في ماتش الهلال الماتش اللي فات برضه في الدوري، كنت برضه كنت هايل انا باكتر من الاجوان بصراحه. الربط بينك وبين الوسط والهجوم حلو قوي 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 يعني، بتمنى لك كل التوفيق. لي اهداف كويسه جدا يعني مع المريخ، المريخ السوداني والهلال السعودي، ويعني ان شاء الله اتمنى لي التوفيق يعني في المستقبل ان شاء الله. الجون بتاع الهلال السعودي اللي كان في ماتش كاس العالم للانديه، الماتش بتاع الهلال السعودي اللي هو النهائي بتاع كاس العالم للانديه، بصراحه كان ماتش حكايه. الولد ده جامد جدا، وكان موسيماني غلطان ان هو كان معاده على الخط، لزيادة ما يقعدش على الدكه خالص. طبعا احسن الاهداف اللي انت جبتها حضرتك هدف الهلال والمريخ، طبعا انقذتنا يعني، كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا، وان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي وتستمر على كده ويكون في تطور باذن الله. ماتش الاهلي والاسماعيلي جاب جون جميل، هو ليه مستقبل كبير في النادي الاهلي. هو اخر جون كان ليه جميل جدا بتاع المريخ السوداني، كان في ماتش الهلال، هو كان الجون الثاني او الثالث تقريبا في الماتش، اللي هو مرقص اثنين ومرقص الجون وحطها من في الجنب، ده كان احلى جون يعني شفت دي. اللي هو كان حتى المذيع اتكلم عليها كتير قوي بعد الجون. الماتش بتاع المريخ الاخير والماتش بتاع الرجاء بتاع السوبر، هو نزل بصراحه عمل نقطه تحول كبيره قوي في الماتش، يعني كنا متاخرين بجون ونزل خلاص، كان في الدقيقه تقريبا 75 او 80 ونزل خلانا عمالين نهاجم وصنع فرصه اللي جبنا بيها الجون وقدرنا نوصل ضربات جزاء وناخد البطوله. الماتش بتاع الهلال طبعا ده ما يتنسيش يعني، كان من اكتر الماتشات الكويسه اللي عملها. الهدف جون الاسماعيلي اول مباراه متهيألي في اول الدوري ليك مع النادي الاهلي بعد ما رجع من الاعاره. الماتش الاخير كان الهدف بتاعه هدف مهاره عاليه يعني، لان هو عدى ولعب عكس اتجاه الجون. انا فاكر الجون اللي هو جابه في النادي الاسماعيلي، جون حلو ولاعيب كبير، لعيب كويس. هو اخر ماتش بتاع المريخ ده والجون اللي جابه ده جون يعتبر عالمي بالنسبه له، هو بينزل بصراحه التويتات اللي هو بينزل فيها بيقدر ان هو يغير فيها المباراه كله، والسيستم بتاع الفرقه كله بيتغير وبيتبني عليه هو. المريخ السوداني بصراحه يعني، هو المريخ السوداني كان الجون كان حلو قوي، وربنا يوفقه يا رب وان شاء الله في كل مبارياته اللي جايه. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احنا يعني خلاص انا اتغلبت، انا هعمل ايه؟ ما هو ماشي ضيفي بقى وضيف حضراتكم، فلازم النهارده يعني نحتفل بيه. والحقيقه انا طبعا كالعاده انا بشكر حضراتكم دائما، جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهر قناته وفي ظهر لاعبيه ومسانده دائمه الحقيقه عشان مباراه. قبل ما اسيبك يا ابو حميد انا عارف مش عايز اخرك اكتر من كده، انا لسه قدامي ممكن اقعد معاك 3 4 ساعات كمان، ولكن انا عارف ان انت عندك تمرين فلازم اسيبك. عايز برضو اسالك يا احمد، مباراه يوم الاحد القادم بالنسبه لك وبالنسبه للفرقه بتمثل ايه؟ والله احنا طبعا بتمثل مرحله مهمه جدا طبعا، انك تعدي لازم بقى نعدي المرحله دي عشان نبدا نركز بعد كده في الادوار اللي جايه. فطبعا تركيزنا مهم جدا ان احنا نعدي ان شاء الله الماتش بمكسب، مش عايزين ندخل برده نفسنا في التفاصيل ان احنا نستنى بقى حاله لو في يعني الوقت ما يسرقناش في المباراه. نحاول احنا ننزل من اول ماتش ان شاء الله نخلصه بدري وان شاء الله نضمن الصعود باذن الله. يعني الكل دلوقتي هيركز ان شاء الله بعد يوم الثلاث بعد مباراه مصر بالظبط، الكل هيبتدي يركز. انتوا بتركزوا في تمرينكم؟ طبعا طبيعي المجموعه اللي موجوده دلوقتي بره اللعبات الدوليه طبعا مركزين لغايه لما اللعبات الدوليه تنضم لنا ان شاء الله، وبعد كده بنركز بقى كجروب واحد يعني. ان شاء الله يا رب كل التوفيق ليكم. خلينا نسحب اخر تيشرتين من برده الحقيقه اعداد كبيره جدا يا احمد، معلش فانت برضو على قد ما تقدر تمام مفيش مشكله، جيب لنا اسم من على تويتر من الاسماء اللي موجوده برضو على نفس عشان تمضي له و تقول لنا برضو من اللي هيفوز بهذا الـ ممكن. يلا وائل ادوارد
ماشي هنا. طب ما عندكش مفيش عنصر نسائي تدخل لنا عنصر نسائي في القصه؟ ماشي. ممكن بقى في الثالثه. في الثالثه ماشي. في الفيسبوك نشوف وائل رضا. وائل ادوارد. وائل ادوارد. طيب هنا. يبقى اذا ماشي معلش بعد اذنك ده تويتر وائل ادوارد اهو انا برضو هصوره. وائل ادوارد فاز معانا بتيشيرت برضو تيشيرت النادي الاهلي برضو ممضي من الكابتن احمد عبد القادر. اتفضل يا كابتن احمد. يعني برضو على الفيسبوك الحقيقه يعني فيسبوك الموضوع هيبقى صعب جدا لانه عندنا حاجات كتيره جدا واسئله كتيره جدا. قبل ما نروح للفيسبوك الحقيقه ذكرياتك ايه بقى مع استراحه الناشئين؟ انا بحب ارجع دايما لذكرياتك ايه مع استراحه اطول فتره قعدتها في حياتي في استراحه الناشئين. طبعا معظم صحابي اللي موجودين دلوقتي في الدوري كانوا موجودين معايا طبعا في استراحه الناشئين ويمكن اكتر مكان قضيناه في فترات حياتنا يعني واحنا موجودين في الناشئين يعني لان دي اطول فتره انت عشتها في الكوره لغايه دلوقتي فتره الناشئين. فكنت بقابل صحابي على طول يمكن قعدت فيها اكتر من بيت لغايه دلوقتي استراحه الناشئين دي طبعا سبع ثمان سنين مده طويله يعني. ماتش الاهلي ووادي دجله 99 عملته فيه ايه؟ لكن قصة انا بتاع 3-3 كان ماتش قوي جدا. احنا كنا بنجيب وهم يتعادلوا احنا نجيب وهم يتعادلوا فالماتش كان سخن قوي يعني. والله والله من الماتشات اللي كانت ماتشات قوية جدا في الناشئين. الاهلي وادي دجله بالذات يعني. بتفتكر ايه تاني من الناشئين يا احمد؟ يعني احسن فتره ليك او انت زي ما انت بتقول كده اكتر فتره قعدت فيها مع زمايلك وجيلك بتبقى في الناشئين، ايه اهم المميزات والحاجات اللي خدتها من هذه الفترة؟ يمكن فترة الناشئين قعدت بتاع 7 سنين. طبعا احنا حصل لنا شوية انقطاعات وانفصالات في الدوريات وكده، حصل كام سنة الدوري اتلغى فيها، بس على قد ما اقدر كنا بنلعب فرق بسيطة بنحاول بنجيب اهداف كتير جدا، تلاقي الماتش بيخلص مثلا بسكور 6-7. فدي كانت بتحفزني ان انا ابقى متواصل بشكل مستمر ان انا اجيب اهداف وابقى يعني بلعب على الجول بشكل اكبر يعني في فترات الناشئين. ايوه. بس طيب خلينا نروح برضو للتويتر ونشوف الناس بتقول لك ايه. هشام الكينج بيقول لك جبت الجون الاخير ازاي؟ هو شرح جابه ازاي. هنداوي بيقول تشيرت يا كابتن لو سمحت حاضر. عبد القادر بيقول احمد عبد القادر اهم لاعب محور ارتكاز في مصر كلها. ماشي انا اعتبره محور ارتكاز. ماشي. توقعت ان احمد عبد القادر هيكسب وكسب الحمد لله. ماشي مش كسب ايه. ماشي تمام. عبد القادر بيقول ايه راما بتقول بالتوفيق يا نجم ان شاء الله تاخد كل البطولات السنه دي مع الاهلي باذن الله الفتره اللي جايه تكون موجود مع المنتخب. طيب عندكم بطولات كتيره جدا يعني انت خدت بطوله افريقيا سوبر افريقي السوبر الافريقي مع النادي الاهلي ثم كاس العالم للانديه ثالث العالم للانديه. اعتقد ان دي كانت بالنسبه لك مفاجاه حلوه جدا. طبعا يا كابتن يعني حاجه بتتحط في تاريخي ان انا بحصل على ثالث عالم برونزيه طبعا موجوده معاك. شيء كبير طبعا ومش هتحصل غير مع النادي الاهلي. طبعا مش طبعا انا كده كده. لكن في ماتش الهلال تحديدا يعني انتوا كنتوا منزلين مركزين اكتر، ايه اللي حصل؟ يعني بالميراس قبلها حاجه وبعدين الهلال حاجه ثانيه. ممكن بالميراس احنا اول ماتش يمكن عشان بدانا كنا ناقصين كتير. النادي الاهلي كنا ناقصين 14 لعيب بالظبط. اللعبة الدوليه كلها كانتش موجوده طبعا. حفزنا اللعبة اللي كانت موجوده حفزت نفسها. يمكن بدانا الماتش بصوره مختلفه شويه، ضغطنا في الاول وقدرنا ان احنا نحافظ لاطول فتره ممكنه ان احنا نحافظ على النتيجه وقدرنا ان احنا نخطف هدف في الشوط الثاني يعني الحمد لله. مباراه بالميراس يمكن احنا بدانا العكس، بدانا ان احنا هدينا شويه في اول الماتش، الامور بدات يعني الوقت بدا يعدي شويه، لما دخل الهدف الاول ما قدرناش برده ان احنا نرجع في المباراه. فاعتقد هي البدايات بس بتاعت الماتش اللي فرقت معانا بين الماتش الاول والماتش الثاني. الماتش الثالث طبعا بقى احنا كنا نازلين مركزين جدا، اللعيبه الدوليه كانت موجوده، كل الفرقه كانت موجوده، نزلنا عملنا اللي علينا من اول دقيقه. يمكن انت لو طبعا يا كابتن انت جيت اتفرجت على الماتش اول ربع ساعه 2-0. وهم 10 يعني وهم 11 يعني قصدي كاملين يعني بالظبط كانوا كاملين والنتيجه كانت 2-0 يعني. فاحنا كنا نازلين مركزين جدا وده اللي خلانا نطلع بصوره كويسه جدا في الماتش ده يعني.
يا رب دايما ربنا يكرمكم ويوفقكم. انا بشكرك جدا يا احمد، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. انا اكتر والله يا كابتن، انا اكتر والله. انا عايز اقول لك ان في ناس كتيره جدا جدا بعتالي وعايزه تاخد التيشيرتايه دي اللي فاضله. ماشي، انا كنت هنسى، برافو عليك. هناخد برضو من خلال الفيسبوك دايما اللي نشوف برضو مين اللي بعت لنا على الفيسبوك، بس انا عايز اوصل للسؤال نفسه عشان كانت في ناس برضو كتيره جدا بعت السؤال ده او الاجابه على السؤال ده يا احمد. تمام، ف نجيب دلوقتي اجابه السؤال، بس ده هنا هنتعذب احنا في الموضوع، هناخد فتره شويه بس عادي عادي مفيش مشكله. معلش للاسف، لكن تمام نحاول نجيبها من هنا احسن. عايز برضو احمد تقول لي او اخيرا يعني توجه رساله لجمهور النادي الاهلي للمباريات القادمه ان شاء الله. طبعا انا بقول لهم خليكم في ظهرنا دايما زي ما انتم بتساندونا كده، طبعا انتوا مش متخيلين دعمكم بيحفزنا ازاي، وبنحاول ان احنا نحارب عشان نساعدكم دايما. خليكم في ظهرنا ان شاء الله، واحنا نحاول نقدم لكم اقصى حاجه نقدر نعملها. وطبعا بشكرهم طبعا على الدعم ده، سواء كان لي انا شخصيا او للنادي لعيبه كلها بصفه عامه. فاتمنى انهم يبقوا في ظهرنا دايما، وان شاء الله نقدر نساعدكم دايما ودايما باذن الله يعني. طيب انا هخلي احمد يمضي على انا مش يعني كتيره جدا. ممكن يا كابتن نرجع لتويتر تاني نختار اسم عشوائي برضو من تويتر؟ اسمي تاني من تويتر بالظبط من نفس ال. طيب ما هو ماشي الفيسبوك، انا هو احمد هيبعت لنا من على الفيسبوك. ماشي تمام، نعتبرها من على الفيسبوك. تمام، كلنا في الاخر احنا عايزين نوصل ان احنا نحاول ان احنا نرضي، لان الاعداد اللي جايه ارقام كبيرة جدا. فلكن معلش احنا على قد ما قدرنا جبنا 3 تيشيرتات لحضراتكم علشان دايما تبقوا موجودين معانا، وزي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نخلي حضراتكم معانا. و طيب الاسم ده ناخد زي ما اتفقنا يعني، عايز برضه اسمع شوي ولا؟ اسمع شوي. تمام، اي اسم عشان بس احنا اتفقنا، بس خلاص هم الظاهر كل اللي قدامي ظاهرين. ممكن ناخد مش عارف اسمه غريب كده، ابو الحارس تقريبا. ابو الحارس، ماشي. ابو الحارس بيقول هدف الهلال من احسن الاهداف. اذا ابو الحارس اخر حد معانا بيفوز بتيشيرت موقع، تيشيرت النادي الاهلي موقع من النجم احمد عبد القادر. يعني ابو الحارس، ابو الحارس. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا النهارده، وكنت سعيد جدا بوجودك معانا. ويعني معلش انا اسف النهارده يعني الساعه 12 بالليل خالص شويه، ولكن انا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده. انا اكتر والله العظيم يا كابتن، وانت مش متخيل انا متشرف بحضرتك ازاي جدا النهارده. ده شرف ليا يا حبيبي وشرف لينا كلنا، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه يبقى دايما مع بعض باذن الله يا كابتن. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. يعني طبعا انا بشكر صديقي العزيز، وان شاء الله ربنا يكرمه خلال الفتره اللي جايه. مهم جدا 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 قبل ما انهي الحلقه دي اوري لحضراتكم حاجه حصلت، علشان زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي في الحلقه، انا قلت لحضراتكم انه يا جماعه ما ينفعش ان انا اقول خبر غلط. لما انا اطلع اقول خبر غلط على النادي الاهلي، او غيري يطلع يقول خبر غلط على النادي الاهلي ورئيس ومجلس اداره النادي الاهلي، ما ينفعش. يبقى يجب ان يتم محاسبه الجميع، كل من يخطئ يجب ان يتم محاسبته. ليه انا بقول الكلام ده؟ هطلع اشوف الفيديو ده، وهشكر احمد طبعا عشان يلحق يعني يروح عشان عنده تمرين بكره ان شاء الله، وهرجع انا بقى اكمل مع حضراتكم 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق هتكلم فيها مع حضراتكم فيما يخص الفيديو اللي حضراتكم هتسمعوه. اتفضلوا. قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك في الدعوى المقامة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك متهما إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القناة الأولى في التلفزيون المصري هي من أذاعت هذا الخبر، وعشان كده أنا كنت بتكلم في بداية كلامي على أن هناك أخبار خاطئة بتطلع، والأخبار الخاطئة بيتم تداولها زي ما حضراتكم شفتوا كده. يجب أن يتم محاسبة من أخطأ، هو ده اللي احنا عايزينه.
يجب أن يتم محاسبة من أخطأ، لأنه الحقيقة ما ينفعش أن أنا أطلع أقول، وأنا اتكلمت الحقيقة في هذه النقطة تحديدا مع الأستاذ كرم جبر، اتكلمت في هذه النقطة تحديدا، إحنا ما ينفعش أن أنا أطلع أقول خبر غلط، وما ينفعش أن أنا ما اتحاسبش على أن أنا بقول خبر غلط والعالم كله تأكد أن هذا الخبر هو خبر خاطئ. وبالتالي أنا الحقيقة مش متصور أن الموضوع يعدي بهذا الشكل. أنا بس حبيت أوري حضراتكم قبل ما أقفل الحلقة أن هناك أخطاء واضحة ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، وبالتالي يجب على الجميع أن هو يحفظ مسؤولياته. إزاي خبر زي ده يتدس في نشرة الأخبار المصرية على التلفزيون المصري؟ إن أنا شخصيا كنت بستنى نشرة أخبار الساعة 9 دي عشان أسمع منها وأشوف منها كل الأخبار، وبالتالي هو خبر خاطئ وخبر غير صحيح. أتمنى أن يتم التصحيح ومعاقبة من فعل هذا أو اللي وضع هذا الخبر الخاطئ على الهواء مباشرة داخل التلفزيون المصري. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهاردة، إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير. وطبعا كالعادة قبل بس ما أقفل مع حضراتكم، إحنا تويتر أو رقم واحد على تويتر زي ما حضراتكم شايفين. كل الناس الحقيقة مبسوطة جدا وسعيدة جدا بوجود أحمد عبد القادر. أنا كنت ممكن يعني أقعد أكتر وأكتر مع أحمد عبد القادر خلال هذه الحلقة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم نحن نلتزم دائما بسياسة النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده بكرة تمرين، وبالتالي مش عايزين نأخر أحمد عن الساعة 12:30، وإن شاء الله يبقى أحمد يكون موجود بكرة في التمرين والأمور تسير بشكل طبيعي. فإن شاء الله بكرة نشوف حضراتكم مرة أخرى وحلقة جديدة من البيت الكبير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على خير.